السلام عليكم، معكم محمود من قناة رو لايف. النهاردة رحلة استثنائية للأربع أطراف الرئيسية أو الأربع نهايات بتوع مدينة موسكو. هنروح على الأربعة النهاردة بعد شوية، تابعوني. من درجة حرارة ناقص 13 هنبدأ رحلتنا النهاردة من محطة كورسكايا. التلج بينزل بلا انقطاع، بيتكون في الشوارع اهو، والجرافات رايحه جايه. ناس بقى في ماسكات وفي ناس من غير ماسكات، انا من ماسك. المهم رحلتنا النهارده هتبدا من السنتر، من محطه كورسكا، وهنبتدي بقى نروح في الاربع اماكن فوق وتحت ويمين وشمال. خليكم معايا. الماسك طبعا اجباري جوه المترو، خلي بالك لازم تلبس الماسك طول الوقت، والا ممكن تتعرض لمشاكل وغرامات وحاجات انت في غنى عنها. نكمل رحلتنا من محطه كورسكا لحد ما نوصل للاربع اتجاهات اللي رايحينهم النهارده. وصلنا للغرب، المشوار الاولاني او النقطه الاولى. شايفين المحطه اللي فوق دي؟ محطة كرلاتسكي. كرلاتسكي دي موجودة على الغرب، الشمال الغربي او اقرب للغرب يعني، نقدر نقول. فيعني نلبس بس الماسك واحنا خارجين، حتى واحنا هنمشي المشوار بتاعي هيحتاج حوالي مشي يمكن 5 6 دقايق. نتكلم فوق بقى. عندنا اتجاهين، يا يمين يا شمال، فاحنا هنخش يمين. طبعا الممرات دي مشهورة ومحفوظة جدا في روسيا، في محلات اهي فلست وقفلت، ربنا معاهم بقى. في هنا ترجوية سنتر او في مول اسمه روبليوفسكي. روبليوفسكي ده في مول تاني الناحية التانية بنفس اسم المحطة. طيب نطلع بس وبعد كده ربنا يسهل، مش هيخدمنا او مش عايزين المول دلوقتي، بس التلج بينزل. تمام، ادي المنطقة. احنا طريقنا كده على طول، المفروض ان انا هخش شمال، بس مفيش ممر حتى الان. هنا قدام شويه الممر. المكان ده بيبقى جميل في الصيف على فكره، يعني ما يغركش الطينه بقى والبهدله اللي هنا. نقطه بس مهمه، الطينه والبهدله اللي في الارض دي موجوده تقريبا 6 شهور او 7 شهور في السنه في روسيا، فما تقدرش تعمم وتقول البلد مطينه على طول او البلد نظيفه على طول. عندك تقريبا نص السنة الدنيا مطينة كده، يا من المطر يا من التلج. نكمل مشوارنا في هنا سوبر ماركت بيلا. صحيح، لا بهدلة في الأرض يعني، بص المنظر معاناة حقيقية طبعا، بس لازم يتعاملوا مع الطبيعة وظروفها. تلج عنيف جدا، درجة الحرارة دلوقتي ناقص 14 حسب ما مكتوب لي هنا. تمام، نكمل طريقنا واوريكوا الغرب الموسكوفي. احنا في الغرب الموسكوفي، بعد كده هنروح على الشمال، وبعد الشمال هقول لكم هنروح فين. نخلص بس مشوار الغرب، خليكم معايا. خلصت مشواري ودلوقتي انا في مكان استثنائي. ده مكان للتزلج، بارك اطفال كتير بيتزلجوا بيصوروا. ربنا يستر. نجري بسرعه نروح بقى بقيه مشوارنا، اتاخرنا كتير. حاليا احنا وصلنا محطه تشيلوفسكا اللي هي دي.
دي زي احنا شايفين تعتبر في الشمال الشرقي لموسكو. كنا فين احنا؟ كنا الناحية دي في كريلاتوفسكي. كريلاتوفسكي، فمن هنا لهنا تقريبا من اقصى الغرب لاقصى الشرق. هنخلص رحلتنا هنا وبعد كده ننزل تحت. خليكم معايا علشان لسه موسكو كبيرة قوي، لسه هنروح هنا وهنروح الناحية دي، يعني هنبقى زرنا الاربع اركان. وهو ده الشمال الشرقي بتاع موسكو، وده المول اللي اسمه شولكوفسكي. ندخل المول ونتكلم معاكم شوية، يلا بينا. دخلت المول، اوه في واحدة محجبة، دي مسابقة بينج بونج. لا مول ظريف جدا، ناس قاعدة اهي تحت، شايفين السلم الكهربائي باين محتوياته من جوه ازاي، الترس اللي بيلف، وهنا الاسانسيرات. هننزل للدور الارضي. لازم يبقى في سوبر ماركت طبعا في المولات اللي زي دي. معانا بريكريوستوك. رغم اننا مش في ويك اند وما هي في مناسبه بكره، بس الدنيا زحمه في المول. مش عارف سوبر ماركت الدنيا زحمه، مش هيبقى عندي وقت قوي ان انا دور في زحمه كده. لو الدنيا مزدحمه مش هيبقى عندي وقت ان انا ادخل واطلع تاني، فانا هحاول ان انا يعني اجل طلبي لحد ما اخلص مشواري ونمشي من هنا ونكمل كلامنا. خليكم معايا. موسكو مش صغيره زي ما انتم شايفين، احنا من اقصى الشمال الغربي للشمال الشرقي، كل ده في نفس اليوم في نفس الساعه، يعني فرق ساعه ساعه وشويه. وبعد كده ايه، هننزل تحت في الجنوب برضو، هناخد اقصى اليمين واقصى الشمال. تابعوني، قربنا نخلص. في تجربة استثنائية عايز اعملها او نعملها مع بعض انا وانتو. اتفرجوا وشوفوا انا واقف قدام ايه الاول. اللي مش عارف ايه ده اشرح لكم دلوقتي، خليكم معايا. المكنة دي بتطبع صور من الانستجرام، هتحط الانستجرام بتاعك هنا في البويسك في البحث، وهتدفع من هنا وهتستلم الصور من هنا. صورتين ب 100 روبل، وال10 صور ب 300، وال20 صوره ب 500، وال 54 صوره ب 1000 روبل. طيب نبدا الموضوع مع ايه رايكم نشوف ترو لايف موجوده هنا، هنقدر نطبع منها حاجه اللي هو بتاع القناه. لسه مش لاقيني. ايوه بقى ترو لايف اهو. تمام، نختار ندوس كده. ايوه ماشي، انا ايوه خش كده بوزجا. دي صور بتاعه الصفحه بتاعه القناه. ناخد مثلا الصوره دي نختارها. ايه رايكم نختار ايه تاني؟ ايه رايكم نطبع انهي صوره تانيه؟ دي ولا دي؟ نختار دي معاها.
المهم البوث ده او البتاع ده اسمه بوفت. خلاص قرب يخلص والصور اهي. ايه ده؟ ده طبعهم الاتنين في بتاع واحدة جوا لايف. تمام تمام شكرا يا عم. ودي كانت تجربة البوفت اللي ورانا وخدنا الصور وتمام. بس ما انصحكوش تعملوا زيي، انا بس بعملها علشان القناه، وان الواحد بيبقى معتز بالصور اللي موجوده في الصفحه بتاعه القناه، وان تجربه جديده. لكن انصحك لو في حاجه زي كده، يعني مثلا لو انت ومراتك ولا حاجه وفي ذكريات حلوه ممكن تطبع الحاجات دي، تبقى مناسبه لطيفه يعني، او هديه حلوه تديها لزوجتك، صوركم مع بعض بقى زمان ايام الخطوبه مثلا ولا حاجه، لو لقيت حاجه زي كده ممكن تطبعها وتوريها لها، هتبقى حاجه لطيفه جدا وهديه ممكن تفضل مخزناها في ذاكرتها فتره. يلا بقول لك اهو هنت او حاجه من اللي بتسعد البنات في روسيا وبلاد. خلاص خلصت مشواري هنا في الشمال الشرقي لموسكو. هنا بقى بيبيعوا كل حاجه. رايحين بقى ايه على الجنوب دلوقتي، مشوار هياخد حوالي ساعة وربع. خليكم معايا. الناس ورايا عمالة تمسح الأرض أو تنظف الجليد، شغل دقوق طول اليوم. لسه احنا في الشمال عايزين ننزل على الجنوب بقى. يلا بسرعة. الحمد لله على السلامة، وصلنا للجنوب الغربي، المحطة اللي اسمها راس كازوفكا. راس جاي من راس كازجي، راس كاز، راس كازوفا، راس كازوفكا. راس كازوفكا دي اخر الخط رقم 8A، اللاين 8A. هنطلع الان على المشوار الخاص بتاعي، وبعد كده ايه بعد ما نخلصه ندردش مع بعض شوية، عشان الرحله لسه ما خلصتش، لسه فيها بقيه وقربنا نخلص. في مترو جاي اهو. هو ده بقى المكان اللي انا وصلت فيه، مترو راس كازوفكا. يلا بينا. المنطقة هنا زي ما انتم شايفين بيوت جديدة، عمارات جديدة، منشآت جديدة اهي، ولسه البنا شغال فيها، وفي محطة اتوبيس مركزية هناك، ومفروض يعني المنطقة تبقى مخدمة أكتر من كده في المستقبل. حاليا أنا مش شايف غير مجمع العمارات ده، وتحتيه مثلا شوية خدمات بيزنس، بس مش شايف مطاعم، سوبر ماركت، حاجات من دي. الخدمات هنا لسه مش كتير قوي. احنا في الطرف الجنوب غربي من موسكو. شوف العمارات كتيرة ازاي هناك، والونش هناك اهو، الدنيا لسه شغالة، اكوام التلج كوامة ازاي، والارض عاملة ازاي. موسم الشتاء ده طبيعي جدا. عمارات الناحية دي برضو في كل حتة. دي منطقة راس كازوفكا. طيارة فوق اهي، لان احنا قريبين من مطار فانوكوفا، هو برضو في الجنوب الغربي. بالمصادفة ان السوبر ماركت ده افتتاحه النهاردة، لسه جديد تحت العمارة الجميلة دي. نخلص مشوارنا ونكمل كلامنا. خلصت مشوار الحمد لله،
يلا نرجع بقى. العمارات ورايا هي اللي بقول لكم جميله وجديده ومجهزه ومخدمه. العمارات اللي هي الناحيه دي قديمه طبعا شويه. عندي طريقين، ممكن امشي على طول وممكن اخش الشمال وبعدين يمين، فانا بفضل ان انا اخش شمال وبعدين يمين. طبعا الناس تقول لك ده على اطراف المدينه المفروض يبقى ارخص الايجار هنا او التمليك. لا يا سيدي، كل ما تتبني عمارات جديده بتبقى سعرها اعلى من القديم اللي هنا، والقديم اللي هنا ما بيعرف ان ده غلي فبيغلي هو كمان، فتلاقي ايه المنطقه كلها غليت بسبب مجمع. اي مجمع جديد بيتبني بيغلي كل اللي حواليه، هو نفسه بينزل بسعر عالي، وهو ده سبب ارتفاع الاسعار في الحته دي. يعني في ناس كانت متوقعه اما المباني دي تطلع هيبقى سعرها مثلا ايجار مثلا اصغر شقه ارخص شقه ايجارها ممكن يبقى 26000 روبل، جينا لقيناها بتتكلم اقل حاجه ب 30 او 31 تحديدا الف روبل. وكمان من غير مش مفروشه، عشان تبقى مفروشه اقل حاجه 32000 روبل. ليه؟ في مترو قريب، في مول بيتبني، الخدمات بدات تظهر اهي، مجمع العمارات كتير، يعني عدد كبير من السكان، يعني زي ما نقول ايه بوتنشال عالي، فبيشجعهم ان هم يعلوا السعر. هو مكان جميل الصراحه وبيتجدد، وفي انفراستراكشر والشوارع بره بتتظبط زي ما شفتوا ووريتكم من شويه. ولسه في عمارات تانية بتتبني، فهي موسكو كده الاطراف بتاعتها اما بيتبني مجمع زي ده زي ما احنا شايفين اهو برضو بيفور الدنيا، بيهيجها كده ويحرك المسائل، وتلاقي الشوارع اتظبطت واتعمل موقف اتوبيس وخطوط جديده اتضافت والمترو وصل لها، كل ده بيعلي. فانت ايه يعني اللي عايز يشتري شقه المفروض يشتريها من قبل ما تطلع كده، يعني او اللي هي لسه بتتبني وقبل المنطقه ما تعبد، بحيث انك تسكن فيها بعد 3 سنين لو عايزها بسعر كويس. لكن السعر بيفرق خالص بقى، بيوصل لاسعار ممكن ما تقدرش عليها لو بقت بالمنظر ده جاهزه وخلاص فلتت منك، ممكن اسعار بتضرب في 2.5 لـ3 3 مرات علشان بس الدنيا عليت وعشان في متر. يلا انا هسيب المكان ده ونطلع بقى على الجنوب الشرقي واخر محطه لينا النهارده في حلقتنا، خليكم معايا ما تنسوش. وهنا المحطه الاخيره، هنا الجنوب الشرقي لموسكو. خلصت مشواري، ما ينفعش ان انا اخد المترو الصراحه، كان لازم اروح بتاكسي عشان الحق، ولحقت الحمد لله خلصت مشواري. وهنا ورايا ده ان فيترو صالون كراساتا ومش عارف ايه وابتيكا، شويه حاجات مع بعض. انا بس بوثق المكان، عايز اروح بقى السوبر ماركت اشتري حاجه كده ونكمل كلامنا بعد ما اخرج. خليكم معايا ما تروحوش في اي حته، خلاص الحلقه بتفنش، هقول لكم الملخص بتاع الرحله كلها، خليكم معايا. تمام، خلصت السوبر ماركت والان بقت فاضي. ده شارع اريخبا، احنا في اقرب محطه مترو اعتقد اسمها كراسنا جوارديسكايا. في المحطة دي هي آخر محطة، لا مش آخر محطة، هي منطقة مفصلية وفي بعدها حوالي 4 محطات. هوريكم على الخريطة بعد شوية، معلش في الماسك، هوريكم على الخريطة أما أخش المترو. هخش المترو دلوقتي عشان أوريكم الخريطة وإحنا كنا فين وعملنا إيه النهاردة، أو لفيت فين. مسكنا موسكو من الأربع جهات، من الأربع جهات، مش شمال شرق وجنوب وغرب وكده، لأ من الزوايا اللي هو شمال شرق شمال غرب جنوب شرق جنوب غرب. ده شكل المنطقة، منطقة هادية ما فيهاش أي إزعاج ولا مثلا زحمة ولا بتاع، بس كان لازم أوصل هنا قبل الساعة 7، الدنيا ليلة زي ما أنتم شايفين. ماشي هكمل كلامي معاكم تحت، أنا هنزل المترو دلوقتي، خليكم معايا. وفي نهاية اليوم وفي نهاية الحلقة أحب أقول لكم إحنا كنا فين. كنا فين؟ كنا في المنطقة هذه، يعني شايفين الخريطة عاملة إزاي؟ إحنا كنا فوق في الحتة دي واضحة كده، تمام كنا هنا، وبعدين رحنا هنا برضو نشوف الخريطة من بعيد. أيوة رحنا هنا في النقطة دي آخر المترو، وبعد كده نزلنا هنا راس كازوفكا. تمام
كنا هنا وبعد كده وصلنا لهنا في النقطة دي بالظبط. يعني شوفوا مسكنا موسكو من الأطراف من هنا وهنا وهنا وهنا، لمينا هذا المربع في يوم واحد. عملت لكم ريبورتاج سريع، يا رب يكون عجبكم. ودي نهاية حلقتي النهاردة، نشوفكم على خير في حفظ الله. السلام عليكم.